بو السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. مرحبا بكم في قناتكم يعقوب تيك اللي دائما نجيب لكم الجديد بقوه بقوه اخواني. بحيث في هذا الفيديو راه تكمله للفيديو اللي فات اللي حكينا فيه على شركه مارتشيب والخدمات اللي تقدمها مارتشيب وكيفاش نربح من مارتشيب وعديد من الامور اللي راح تهمكم خوتي. اللي ما شافش هذا الفيديو راح تلقاو رابط الفيديو اسفل هذا الفيديو في الوصف، وفي اول تعليق تلقاو رابط الفيديو اللي فات، شوفوه خوتي وراح تستفادوا بزاف بزاف. باش جاوني عده اسئله من الناس اللي شافوا الفيديو اللي فات، جاوني عده اسئله بحيث قالوا لي كيفاش نحطوا دراهم في مارتشيب، كيفاش نشارجيو الكونت نتاعنا في مارتشيب باش نستفادوا من الخدمات اللي تقدمها مارتشيب، الفليكسي، انترنت، ايدوم، ادياسال، 4G، وعده خدمات اللي كنا شفناها في الفيديو اللي فات. اللي كما قلت لكم اللي ما شافش الفيديو اللي فات راح تلقاو رابط الفيديو في الوصف وفي اول تعليق، شوفوا خوتي وكملوا معنا سلسله فيديوهات مارتشيب. المهم جاوني اسئله كيفاش نحط دراهم في مارتشيب، بحيث الشركه دارت عده طرق وتسهيلات سهلت للناس باش تشارجي دراهم في مارتشيب. كما قلت لكم خوتي كاين عده طرق باش تحط دراهمك في مارتشيب، باش تحط الدراهم في الكونت مارتشيب تاعك. اولا كاش، تروح لعندهم الشركه، الناس اللي يسكنوا قراب من بير مراد رايس في العاصمه اللي هو مقر الشركه، تروح لعندهم تعطيهم دراهم يحطوا لك دراهم في مارتشيب عادي، مثلا تعطيهم مليون، زوج ملايين، 200,000، 100,000، يحطوها لك في كونت مارتشيب تاعك باش تستفاد من الخدمات اللي تقدمها مارتشيب. وايضا خوتي الطريقه التقليديه اللي يعرفوها الناس كامل، وهي ارسال المال عن طريق سي سي بي تاع الشركه، ترسلهم المال عن طريق سي سي بي يحطوا لك دراهم في الكونت مارتشيب تاعك. ايماجيني خوتي معايا الطريقه الثالثه باش تحط دراهم في الكونت مارتشيب تاعي. شركه مارتشيب سهلت الامور على الناس اللي يحطوا دراهم. واحد ماهوش قاعد باش يروح للبوستا، ماهوش قاعد باش يروح للشركه. شوفوا خوتي ايماجيني واش دارت مارتشيب. شوفوا معايا خوتي لحد الان الشركه عندها حوالي 300 نقطه بيع معتمده في 48 ولايه، وهي في تزايد مستمر اخواني. 300 نقطة بيع معتمدة، يعني واحد تروح تلقى عنده تاكسي فون كوسميتيك ويوفر رصيد مارتشيب، تروح لعنده تعطيه دراهم مثلا 200,000، 300,000، مليون، 2 ملايين، المبلغ اللي حبيت انت، تعطي له المبلغ يحط لك هذاك المبلغ في الكونت مارتشيب تاعك. اخواني راح نشوفوا، ما تخموش خاوتي وتقولوا كيفاش هذه وين نلقاهم، راح نعيد لكم وراح نوري لكم الطريقة اللي تلقاو بها هاد نقاط البيع معتمدة اللي في ولايتك، وتروح لعندو عادي تلقاه كوسميتيك ولا حانوت ولا سيبر، المهم عنده محل تشارجي من عنده مارتشيب تاعك، تحط دراهم في مارتشيب تاعك. وراح نروحوا الان خاوتي للتطبيق باش نوري لكم كيفاش تلقاو هاد نقاط البيع المعتمده، كيفاش رايحين تلقاوها. تابعوا معايا خاوتي. بو خوتي هذه هي منصة مارتشيب. بعد التسجيل، بعد ما تسجل في مارتشيب راح تلقى الكونت نتاعك كيما هاك. اللي مازال ما شافش طريقة التسجيل وطريقة الربح من مارتشيب راح تلقاو الفيديوهات في الوصف وفي اول تعليق تلقاو الفيديوهات الخاصة بالتسجيل وكيفية الربح وشرح الخدمات الخاصة بمارتشيب اخواني. المهم كيفاش نرسل دراهم للشركة، كاين يا اما تبعث لهم بارتيسيبي منا كيما راكم تشوفوا، تدخلوا هنا خوتي هنايا وتزيدوا هنا، راح ترسل لهم بارتيسيبي كيما راكم تشوفوا، يا اما كاش كما تريدون. كاش هذه مثلا كي تروح للشركه البير مراد رايس تدفع لهم كاش، وهنا سي سي بي للناس اللي بعيده على العاصمه اللي حابه تبعث بارتيسيبي كيما راكم تشوفوا. هذا هو سي سي بي تاع الشركه، تكتب هنا شحال راك بعثت لهم وتحط هنا الروسي، هذاك الوصل اللي يعطوك في لابوست تصوره وتحطه هنا ودير اونفواي يحطوا لك دراهم في الكونت مارتشيب تاعك. او خوتي خدمه شيبيلي هذه اللي تهمكم خوتي، خدمه شيبيلي نضغط هنا خوتي. شوف هنا خوتي باش نعرفوا وين راهي نقطه البيع القريبه منا باش نروحوا عنده ويشارجي لنا وكلش. شوفوا خوتي ادخلوا هنا كما راكم تشوفوا، راه كاينه 304 نقطة بيع معتمدة لدى مارتشيب. ندخلو هنا افيشي ونحطو الولاية تاعنا هنا خاوتي. شوفوا هنا نحطو الولاية هنا، نضغطو هنا هنايا هنا خاوتي، نضغطو هنا مثلا ونختارو جيجل مثلا كيما انا راني نسكن في جيجل. رايح تلقى مجموعة ودير هنا
تضغط هنا راح تلقاو مجموعة من الناس قريبة ليكم، مثلا هذا راه قريب ليا ما بعيدش عليا بزاف، هذا ايضا ما بعيدش عليا بزاف، هادو الناس اللي متوفرين بجانبي ويشارجوا الكونت مارتشيب تروح عنده تعطيه مثلا مليون او 200,000 او المبلغ اللي حاب انت ويشارجي لك الكونت مارتشيب تاعك. سهلة خوتي بسهولة، تلقاو كامل الولايات خوتي كما راكم تشوفوا 48 ولاية راح تلقاوها هنا مثلا باتنا نديرو منا راحين تلقاو. شوفوا خوتي هادو قاع في باتنا خوتي كما راكم تشوفوا خوتي. هذه هي طريقة شحن حسابك في مارتشيب، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة خاصة بالربح إخواني، وراح نركز على الربح من مارتشيب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.